بدينا نشوفوا على الشقة اللي رائعة وغاية في الجمال وغاية في التنظيم، لا من ناحية الأثاث ديالها حيت راها كتباع بالأثاث كومبلي ديالها. بقاو معايا حتى الاخر، الناس اللي كيسولوني على المدينة وكيسولوني على الموقع ولا لا فينيسيون والثمن غادي نذكر كل شيء كما هو. كذلك اللي نبغي نضيف هي اللي عندك شي عقار وبغيتي تبيعو، فنحن راه الخدمة ديالكم في مدينة ديال مكناس، مدينة ديال فاس، مدينة ديال مراكش وكذلك في مدينة الرباط. كنقول لكم مرحبا بكم من جديد في قناتكم AVL، معكم طارق، راه كنقوم بالوصف ديال العقارات. كنتمنى يعجبكم العقار اليوم، اذا غادي نقول لكم مرحبا بكم في واحد العقار اللي كيتباع كومبلي بأثاثه كامل من أ حتى ز، داكشي اللي كتشوفوا فيه ما عدا واحد الفران وشي معان كاينين في الكوزينه هما اللي غادي يمشيو فقط، الشيء الاخر كله غادي يبقى في هاد الدار. اول حاجه فاش كندخلوا كنلقاو واحد الطواله ديال الريسبسيون، وكاين واحد القنيات في الانسان يدير شي كوافوز ولا شي حاجه ديال الصبابط اعزكم الله. كاين فيها صالون وكوان سيجور. هاد الشقة هادي كتواجد في عمارة اللي فيها لاسانسور ديالها وكاين الباركين ديالها والباركينغ ديال السيارات. جاية عندها واجهة اللي هي جنوبية، كنهضرو على الشميشة مشمشة مزيان. من ناحية ديال لافينيسيون والديكوراسيون، ديكوراسيون متولة، وتا الفراش مازال جديد. تا الفراش كيما كتشوفو معايا ما متستعملش مزيان بزاف لأن ماليها مساكنينش فيها بالضبط هاد العقار. حاجة أخرى اللي زوينة في هاد العقار كيما كتشوفو معايا فيه كاميرات، كاميرات دايرينهم في الريسبسيون، ماليها دايرين الكاميرات ديالهم روتاتيف كيدورو في الدار كولا باش تيلا مكانوش كيشوفو الشقة ديالهم عن بعد كيطلعو عليها. كيما كتشاهدو معايا فيها سيجور اللي متيول، وكاين واحد الصالون مغربي. وبالنسبة للصباغة مصبوغة بصباغة ديال العمرة، راه هادشي اللي كتشوفوا في الاثاث كله غادي يبقى في هاد الشقه. غادي ندوزو نهضروا على المساحه. المساحه ديالها فيها 117 متر مربع في التتر ديالها في الاوراق، مساحه اجماليه بحيث فيها دوبل بالكون، راه فيها تقريبا وزيد عليها الملك المشترك ما الى ذلك، كنهضروا في مساحه تقريبا ديال 122 او 125 متر مربع. لا من الريدويات لا من كليماتيزر لا من زرابي، كلشي غادي يتباع مع هاد العقار الواحد الا عجبو ولا عجبو الموقع ديالو. على ديك الموقع هنا كنهضرو على مدينة مكناس، وكنحيي الناس اللي كيشاهدونا من جميع المدن المغربية وكذلك خارج اراضي الوطن. كنقول لكم شكرا، شكرا جزيلا على المشاهدة. وحاجه اخرى اللي غادي نضيفها هي راه كنحطوا عروض عقاريه حاليا بمدينه فاس، ومازال قريبا ان شاء الله غادي نحطوا في مدينه مراكش. الناس اللي كيشاهدونا مدينه مراكش وغادي نحاول نقلبوا على عروض عقاريه كذلك في مدينه الرباط وتا النواحي ديال مكناس. عقار بالنسبه للسيجور، بالنسبه للصالون، بالنسبه للفراش اللي مضبوط في هذا الفيديو هذا راه كله غادي يمشي مع هذا العقار هذا. هذا السالامونجي كلشي مازال جديد. الانسان اللي هو مهتم ما عليه الا الاتصال، ارقام ديالنا ديال AVL راه كتبان اسفل الفيديو، ممكن الاتصال او التواصل معنا فنحن راح للخدمه ديالكم جميعا. كما قلت العماره فين كيتواجد هذا العقار فيها لاسانسور ديالها وفيها الباركينغ سوسول. كنتمنى اعزائي المشاهدين يكونوا كيعجبكم هاد العقارات، اذا ما تبخلوش علينا بالضغط على زر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناة ديال AVL. الغرف اللي كاينين في هذا العقار راه كاينين ثلاثة ديال الغرف حنا كنشاهدوهم، وغرف اللي هما كبار ماشي غرف اللي هما صغيرين. غرف اللي كبار فيهم بلاكارات ديالهم، واللي حاجة اللي زوينة بزاف هي أن الدار هادي مشمشة تبارك الله مشمشة مزيان، اضطرينا كنهبطو الريدو باش ما كتدخلش داك الشعاع وباش كيتصور كيكون التصوير اللي هو مزيان. واخا نهضرو دابا على الثمن ديال هادشي كامل، هو مجموع ديال هاد الفراش وهاد الاثاث وكاميرات وزيدو عليها المطبخ اللي غادي نشاهدو. الثمن ديالها هو 840000 درهم، كنهضرو على 84 مليون بالفراش ديالها كومبلي. وممكن يكون هناك شي انما نقاش مع اصحاب هاد العقار هذا، قبل ما يكون هناك نقاش في الثمن ولا اي حاجه ولا اي اضافه باش بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كيسولوني كيقولوا لي شنو هو اخر ثمن.
راه ما عمره ما كيكون اخر ثمن. كيجي الانسان بعدا وكيشوف العقار، حيت هنا كنهضروا على العقار، شوف بعدا العقار واش مواتيه واش يعجبو، وعاد ممكن نهضروا في الثمن ديال العقار. عمارة اللي ما قديماش بزاف، عمارة اللي مبنية تقريبا هادي واحد 6 سنين او 7 سنوات. الموقع كما قلت المدينة، كنهضر على مدينة مكناس، على مقربة من أسيما، من سوبر مارشي ديال أسيما بمدينة مكناس. بالنسبة للغرفة ديال النوم ديال الوالدين، راه فيها بالكون وبالكون كبير. ونزيدكم هي أن كاين واحد البالكون واحد آخر كاين في المطبخ ديال هاد الشقة هذه. وكاين بلاكار في الغرفة ديال الوالدين، تقريبا الغرف 3 بهم فيهم لي بلاكار ديالهم. كما قلت بالنسبة للأتات، فقط اللي غادي يمشي من الأتات واحد الفران كاين في المطبخ، والأواني المنزلية، وكنهضرو على الطباسل، الكيسان، المعالق، هادوك اللي شي حاجة اللي هي خصوصية ديال الناس ديال هاد العقار. اما بالنسبه للثلاجه، التلفازه، الصاله مونجي، ليلي، والصالون والساجور، راه كلشي غادي يبقى، والكاميرا السورفيان، وصراحه كلشي غادي يبقى في هذا العقار. بقى لنا اخيرا نشوفوا المطبخ، بقى معايا باش غادي تشوفوه. وكنتمنى يعجبكم هذا العقار، اللي نطلب منكم مره اخرى هي الضغط على زر ديال الاعجاب. وافائل كتقول لكم ان راه مازال العقارات كثيره اللي غادي نحطوا لكم. دعمونا بالاشتراك، وكنقول لكم الى اللقاء.